بسم الله الرحمن الرحيم. الصور بدأت تقترب من بعض، والنقاط بدأت توضع على الحروف، والأصوات بدأت تتعالى، والمشهد يكاد يكتمل ويحكي عن نفسه. مشهد طالما شوه، مشهد أريد أن يختفي لزمن طويل، مشهد مؤلم مقزز أريد له أن يكون مشهدا جميلا يخفي الكثير من الآلام والآهات. منذ سنوات وبرقة تدعي الطهر والعفاف، تدعي الأخلاق والسلوك الحسن، أرادت أن تكون مثالا للحضارة والرقي، فإذا بها تصبح مضرب الأمثال في الإجرام والانحراف والتصرفات المشوهة. تكتموا وتعطروا بكل أنواع العطور لعلهم يخفون الرائحة النتنة الكريهة. استعانوا بخبراء وصناع العطور في العالم لعلهم يخفون جرمهم وشناعته، ولكن نسوا وتغافلوا أن رائحة الدم المسفوك حراما لا يمكن أن تختفي ولا يمكن أن تضيع من الأنوف، فها هي الرائحة تزكم الأنوف. نسوا أن خالق الدم هو الشاهد الوحيد على قبح أفعالهم وسرائرهم. لو كان القوم يملكون جزءا من شجاعة هند رضي الله عنها لأعلنوها صراحة أنهم كانوا على ضلال، ولكنهم للأسف لا يملكونها، بل يملكون عنادا وتصلب أبا جهل. فلقد آثر الدخول إلى جهنم على أن يقر بالهزيمة وبطلان فكره وعقله. يا قوم يا أهلنا، الحق أبلج والباطل تلجلج، ومن قادوكم إلى الهلاك والخسران وأقنعوكم بباطلهم وترهاتهم ها هم الآن يقرون لعدوهم ويذعنون له ويتخلون عن المبادئ التي طالما تم تسويقها لكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب، نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن. نقول لكم أهلا وسهلا، وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل. ورسالتنا الأولى طبعا حقيقة نبارك لأهلنا ولشعبنا بعد هذه المعاناة وبعد سنوات من التيه والضلال والخراب والدمار والهلاك، ها هي الآن تجمع البلد ولو بنسبة بسيطة، لكنها يعني اجتمعت. وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وتكتمل الصورة. ورغم مباركتنا وتهنئتنا ودعواتنا لبلدنا بالأمن والاستقرار بصراحة واستكمال المسيرة وكذا، لكن لنا ملاحظات حقيقة، ملاحظتين مهمات جدا. ويعني الملاحظة الأولى، نحن نريد من باب التذكير يعني فقط، اللي تصدى للعدوان سواء كان في بني غازي في المنطقة الشرقية درنا كذا، سواء اللي تصدى للهجوم على العاصمة، اللي تصدى لهؤلاء الانقلابيين ولهؤلاء العسكر،
هي ثورة فبراير، ما يقدرش واحد يقول لا. طبعا هي ثورة فبراير في الشرق وثورة فبراير في الغرب، تصدت للعدوان. هي من رفضت حكم العسكر، هي من رفضت الانقلابيين، هم من رفضوا، أو هي من رفضت يعني المنقلبين على الشرعية والطامعين في حكم ليبيا بالقوة. رفضت فبراير، مبدأ من مبادئ فبراير وخط من خطوط فبراير الواضحة إنها ترفض الحكم بالقوة، ترفض حكم العسكر. وقفت في وجه القذافي بعد عشرات سنين من المعاناة، واقتلعت القذافي اقتلاعا. إذن ما فيش حد يزايد علينا في هذا الموضوع، تمام؟ وبقينا سنوات ونحن نحارب من أجل ثورة فبراير، ولكي تسقط ثورة فبراير يعني فقدنا الكثير من الدماء والأرواح والأشلاء والخراب والدمار. ونهاية أهو توصلوا، أو بإعاز معين سميه ما شئت، المهم أن الناس توصلوا لحكومة واحدة ولبرلمان واحد وكذا وكذا. ففي الطبيعي أن هذه الحكومة يكون على رأسها ثورة فبراير، فإن هي من رفضت العسكر، وهي من رفضت الانقلاب، وهي من رفضت الانقلاب على الشرعية وإلغاء ومحاولة إلغاء الحياة المدنية اللي هي تو جابت الناس هذي ما وأحيت البرلمان. احنا ما نبوش نقولوا ان نكونوا نحن على رأس الحكومة كثورة فبراير، لكن على الأقل يكون فيها الحكومة رموز من رموز فبراير. فبراير ما هوش حدث نستعيب منه ولا عيب ولا خلل صار في الأمة الليبية باش نخفوها فبراير حتى يكتمل المشهد، وتعطي رسالة خاطئة للعالم أن عندما اختفت فبراير صحت البلاد واستقرت وتوحدت الجهود والأراء. لا لا لا، هذه رسالة ما نرضوهاش حقيقة نحن، رسالة مرفوضة عندنا. ثورة فبراير هي اللي لها الحق أن تحكم. تنازلت فبراير وقلنا يا سيدي حقنا للدماء والخراب والدمار وكذا، خلينا نشركوا الغير. لكن أن تزال فبراير من المشهد تماما بحجة أن نحن نبوا الاستقرار والأمن في ليبيا، لا، هذه عيب في حق فبراير بصراحة. الأمر الآخر قلت من قبل وما زلت أنا نصر عليها، أنتوا درتوها محاصصة أو على الأقاليم الثلاثة، ولكم الحق، هذا رأي. برضو تبوا البلاد تستقر وتركح، والشياطين وخاصة النظام السابق هذا ما يمين قاسمين أن ليبيا هذه بتريح إن كانوا هم مش قاعدين فيها. أظن أنه قيل أبو قرواطة خضر اللي قاعد في مصر هذا، باهي جيتوا لانهي استقرارا وكذا ودعوة للتآلف وكذا، وخذيتوا اقليم برقة حطيتوا فيه ناس والجنوب والغرب وكذا بنسبة كذا. المهم طيب، اقليم برقة سير فيه انقسام، اقليم برقة حوربت فيه ثورة فبراير حتى انتصر العسكر. اذا فبراير منعت في برقة ومنعت على مستوى ليبيا، وعلى مستوى برقة أصعب شوية. ليش؟ لأن في ناس دفعت الثمن مقابل أن تبقى فبراير، دفعت الثمن كيف هجرت وشردت وقتل أبناؤها وسرقت أرزاقها، وبعدين لما جت حصة إقليم برقة باش ترضوا ليبيا أنتوا على قولكم، وإذا به النصف اللي كان مع ثورة فبراير ومع الشرعية، وإذا به لا يمثل في هذه الحكومة، لا يمثل على الإطلاق. وكأن ما حدث في المنطقة الشرقية من انقلاب شرع من انقلاب على الشرعية هو الأمر الصح، هو الأمر الصح. الخطأ هو مواجهة هذا الانقلاب ومنعه من التمكن. هذه الرسائل بتشكيلة هذه الحكومة تكون واضحة للمتابع للمشهد.
يعني يلي انتو سيبتوا وطنكم في المنطقة الشرقية ووقفتوا في وجه حفتر باختصار، ليش وقفتوا في وجهها؟ ونحن توا وزيناها وعطيناهم حصتهم غادي اللي انقلبوا على الشرعية، عطيناهم حصتهم وقلنا لهم تفضلوا هيا باش البلاد تستقر وتركع، تعالوا حتى انتوا شاركوا في الحكومة. لكن المهاجرين اللي وقفوا في وجه حفتر لا ما لهمش الحق، نحن نبوا البلاد تستقر عاد لعند امتر صراحة، نبوا البلاد تركع، يعني تركع بدماء المهاجرين ما فيش مشكلة. فهذه بصراحة مزعلتنا نحن شوية، مزعلة فبراير بالدرجة الأولى، أبناء فبراير، رموز فبراير، إنهم يقعدوا رموز فبراير والله شخصيات جدلية ومفروض إن ما يكونوش في المشهد الآن ولا يظهروا على المشهد، راهي واعرة. أيضا المهجرين ابعدوهم شوية، أصلا مشاكلهم معقدة وكذا، وكيف نبنديروا بصراحة يعني رسائل مش حلوة. أتمنى أن توصل للمسؤولين هذا الكلام حتى تستقر بلدنا بحق وحقيقي، وحتى تنال ينال الناس حقوقهم والمظلومين يرفع عنهم الظلم حقيقي. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح عنا. خلونا توا نبدأ في حلقتنا نحن، وحلقتنا كيف ما هي معروفة العنوان متاعها شين يقول، أو اسم الحلقة اليوم يقول هل كنا على ضلال؟ يعني هذا الحال، لسان حال برقة الآن يقول بعد الأحداث اللي توا سير عندهم، وكأنهم يناجوا في بعضهم أو يتكلموا مع بعض، يقولوا هل كنا على ضلال؟ أهل برقة يسألوا بعضهم بعضا. خلونا توا نبدو الحلقة ونشوفوا شن سير في برقة. تفضلوا يا شباب. ضرب صبايا ولكن فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى ان احنا كعيد الشافعي ولا كبراخنا ولا كعوامين نا مقتنع ان احنا شبه خلصنا، شبه خلصنا، انضربوا واللي جاوا يبقوا في غايته ما حصلوها، واللي واجهانا بصبايا. لذلك نحن شبه خلصنا. لكن الكلام اللي ساير في بنغازي، السيارات المعتبة، زوار آخر الليل، أنت عادي يصلوا الفجر ولا ما يصلوا فيه؟ واللي عرفوا الفجر. كان يصلوا ورا ما عرفوا ربي وما جوش للاتجاه. كل يوم ساكنين علي حوش، وكل يوم مختلين واحد، وكان لهم ما ينزلوش بالسماء والله يطلعوا من تحت الأرض. هذه السيارات قاعدة تمشي عليها الطريق. معروفات اتجاه المعروف ومعروف. يا هلا يا هلا يا ما فيش. نحن كلام هذا نضر منا كافة الناس، والناس هذوم اللي جايين من كافة القبائل، في اللي ولادهم مفقود لأربع سنين، وفي اللي لسنتين، وفي اللي لسبع شهور، وفي اللي سنة، وللأسف شديد ما فيش مكان وما يمشوا له أي مكان. والناس تقول في كلام طيب، نا ولدي هذا اش داير؟ كانوا داير حاجة والرالي إن كانوا حي يقولوا لي إيش داير، إن كانوا ميت عطوا لي جثة. يعني حتى المطالب الناس مأيسة تقول فيها الكلام. إن كانوا حي وروني وين قاعد. وكانوا داير حاجة الله لا يرضى، حتى أغلبية الناس يقول لك اللي داير حاجة الله لا يرضى. فهمت؟ لكن عملية خوذة إلى السنتين الثلاثة من الأربع هضوم بالنسبة للقوات المسلحة والداخلية رأيت عليها الله، لا داخلية لا نكشف. الداخلية هضم أولياء الأمور عندنا، يبقى هم اللي عارفين، يا يقدروا ياخذون حقوقنا ويقولوا هايا، يا حتى هم يتوكلوا على الله. الله أكبر، الله أكبر. احنا ما عندناش حل آخر، ندافع على أرواحنا بأرواحنا. هالميزانيات اللي يصرفوا فين عليها الجيش، ونحن فرحين بالجيش وهالشرطة وهالسيارات وهالمفوسيات اللي معبيات كراهب، وهل ون 24 ساعة ون لا محتربين سمافرو، لا محتربين مادة، لا محتربين كبير لا صغير، كلام هذا ما يرضاش بحال. نحن الناس المسؤولين في اليوم الطيب، هالجوع الطيبة كلها تبي حلول. مناش دعاء للفتنة، مناش دعاء للانقسام، والله قال الحاج عبد السلام قرنها على عائلة. نحن في اليوم المبارك الجهات المسؤولة نبو حلول. نحن ملينا سيارات عقب الليل هذين، لابد يجرون الحد، لابد
الناس المفقودين لابد يندار فيهم حل، يا احياء يا موتى، يا راهو ولدكم قاعد وراهو داير داير، لابد يكون ما تبقاش العمليه فيها راهو جماعه في حتى امور اخرى. هاللي واخذه هذا، هاللي واخذه عنده جوزته قاعده معلقه لاربع سنين ولا خمس سنين، لا عارفين يطلقوها ولا عارفين يخلوها ولا كلام في امور اخرى يعني. فان كانوا حي والله نحن مانيش عارف انت منين نبدا معاك انا، لكن انا بنقول لك حاجه. اول مره راه الموضوع يبدا من عندك انتو. يوما ما انتو يا قبيله او يا قبائل عيالكم هم اللي عاثوا فسادا في بنغازي وفي المنطقة الشرقية، عيالكم هم اللي داروا الاسطوانة، هم اللي طيحوا الحواشين، هم اللي خشوا على الناس، هم اللي دمروا، هم اللي كذا. فبداية أبدوا بروحكم. الأمر الثاني كخطوة أولى، لابد السفهاء اللي قادوا المشهد بتاعكم من بداية 2014 إلى الآن، اللي قادوا السفهاء اللي ادعوا المشيخة وادعوا الحكمة وادعوا التعوقيرة وان وطننا واضرب خلص وبرقة والكلام الفاضي، هؤلاء الناس كان تسمعوا كلامي أول ما ندكوهم في الحبس، هم هذا كان جتهم بسيطة يعني، لأنه هم دم في رقبيهم وقتل وخراب. والله سبحانه وتعالى لن يترك الظلم، الله سبحانه وتعالى ظلم ما يتركش. فإذا كان يبي يصير منكم السفهاء هذه ما حولوهم. الأمر الآخر، عليش الاجتماعات هذين أنتم؟ شن في يعني؟ هل اللي تحكوله ما همش عارفين شن اللي صار فيكم؟ اللي تناشدوا فيهم المسؤولين مش هم اللي دايرين فيكم هكي؟ مش هم اللي ذلينكم؟ ليش تضعفوا في الذل عليك مخا من جديد؟ ليش ما تطلعوا تقولوا كلمة واحدة؟ لن نرضى بهذا الوضع. المجرمين هذي ما وين ما هم ندوروهم ونقتلوهم، مفروض يكون هكي. مش لازلنا نناشد المسؤولين يا إما يأخذون حقنا يا إما يتوكل الله. إذا كان هو اللي معتدي عليك، هو اللي ذل فيك، هو اللي استعملك يوما ما أصبحت أداة في يده ودف لك كبوة أو توه جاي يذل فيك أنت بروحك، فأي سؤال تسأل فيه للمسؤولين وبعدين توصل بيك من درجة الهوان والذل تقول لك كان ولدنا داير حاجة الله لا يرده، ما تقولش يا راجل ولدنا داير حاجة نبو نعرفوه شنو هي. يعني أنت مأمن لهؤلاء المجرمين ومسلم لهؤلاء المجرمين إن ما ياخذوش واحد إلا على حق، معني عليش داير انت الاجتماع هذا؟ ما دام انت عندك يقين ان ما ياخذوش حق واحد الا هو داير حاجه، والحاجه هذه انت تقول الله لا يردهم، تعليش داير الاجتماع مال انت؟ عليش جمع الناس واجتماعات واضرب خلص واجتماع في السلوك واجتماع في الطبرق واجتماع مش عارف وين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء؟ شو الكلام الفاضي هذا؟ شو الكلام الفاضي هذا؟ العويل قاعدين في الحبوس والدنيا متشرده، صبايا اللي ردن في الرجالة توا، الصبايا اللي خشيتوا علينا ايام الكرشيني، عائلة الكرشيني وعائلة صويد كوارث درتوهم في بنغازي، خشيتوا على الصبايا. قالها الكم بوكا، قال كم تسيبوا فينا في الجبهة، تسيبوا في الرجالة وتعقبوا على الصبايا، توا انتوا تعقبوا على صباياكم انتوا في بعضكم، زيتكم في دقيقكم. فأي مسؤولين اللي تناشدوا فيهم انتم؟ أي مسؤولين؟ انضرب عليكم ذل يا البرقة نتيجة الظلم، نتيجة الفساد، نتيجة الخراب، نتيجة الدمار، نتيجة الرشوة، نتيجة السرقة، هذا كل حدث عندكم في برقة، نتيجة الفساد، الخمرة، المخدرات، الحبوب، ما فيش حاجة تغضب بالله سبحانه وتعالى وما درتوها. سرقتوا أرزاق الليبيين، صدرتوهم برا، شو اللي ما درتوش انتو؟ تو جاي تقول نناشد المسؤولين ياخذون حقوقنا، اي حقوق عندك؟ اي حق انت عندك؟ وخلينا اليوم نسمعوك، ما يسمعوا تفضلي.
نفزعوا رب مغازي يكلم معاه المصاب لانه مصاب حقيقه مصاب كبير. تعدي الحوشين، تعدي رزق ناس ويتعدوا اخرى على النساء، الحوش لقوا شخص مش قاعد ما يعدي. تهاجم نساء في الحوش ويا ريت اقدر تهاجم، تفرغ في النساء اخرى يا تافه انت وياه. لكن الحمد لله الصبايا رجاله. نعم. ولكن بغازي ما عادش تسيب. احنا في الضواحي متريحين، كان الضواحي متريحه كلها، العواقير كلهم صافيين وما يحسوا في حد والعمر جم واحد، لكن العواقير في بنغازي سموها ربايد الذيح. نعم. لما جو الناس صوتنا فيها سموها ربايد الذيح. نعم. معناته اللي جوها ذوايح. لكن انا ما عنديش اعتراض، كلهم خوتنا وهلنا وعربنا وناسنا وبنيخي وخيخي ما عندناش فيهم شيء، لكن يدوا محترمين ويخطونا. خونا في حالنا. يطلع حمدي يطلع اخوي اسامه في فيديوهات يحلوا في مشكله ينتقضوا في مشكله ناقل. تعال رد علي انت شنو الجهه اللي جت؟ يطلعون شباب ست شباب ما راح فوز هذا وست شباب هناك فوز هذا كاين ماجورين والله ما تعلم مش مشكلتهم والله. لكن ما عادش في اليوم سمع كبير ما عادش في حاجه تسيب البنغازي بك حق بنغازي حق رجال حق بنغازي كامله عواقير بجميع تركيبات بنغازي مش بنغازي مش على عواقير بس. لكن البكادي ما عند العواقير الله غالب هذا لان يقول العواقير البنغازي جغرافيه بارك الله فيك اخوي حمدي في 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 نقطه مهمه هذه يجب يعلمها القاسي والثاني نحن بعد يبقى فيها مزايدات ويبقى يقولوا فلان قدم وعلان قدم نحن ما ندوش على انفسنا اللي ما حضرش بنينه يلزم الصمت ويلزم بيته ويعرف قدره بنينه هي المعيار الحقيقي كان للحرب بنغازي كلها كانت تتفرج مع احترام الشرفاء ما حدش يزيد الامتحان الحقيقي في بنينه نعم نعم الامتحان الحقيقي في بنينه ما حدش يزايد نعم نعم ونعرفوا بعضنا الدرويش ونعرفوا بتاع الحشيش ونعرفوا كل شيء نحن حلمنا وصبرنا وضبطنا شرع لكن خلاص تزلطت والعرق طاح في العين الكلام هذا احنا بدينا فيه حنكملوه بنغازي مناش مسيبينها من اجل الناس اللي فيها العرب اللي معانا سواء مرابطين سواء مصاريت سواء ناس مخلطه في بنغازي هذوم عندنا نحن ما دام قعدوا عرضه للاجرام نحن مسؤولين عن بقى كويسه حتى هي نقله دايرينها كويسه هذه ان بنغازي ما هيش كم واحد كم العباره هذه اللي ودرت بنغازي في 60 داهيه انها بنغازي للعواقير هذه هي اللي ضيعتنا تو انتوا بدينا تردوا في كلام بنغازي ما هيش للعواقير بس لكن اللي بكاه هو اللي عند العواقير بنغازي مخلط القبائل هذا هي وضعية بنغازي قبائل عشرات القبائل فيها هذه أول خطوة للإصلاح وأول نظرة سليمة المدينة بنغازي إنها بنغازي مجموعة قبائل وخليط قبائل الغناوة الأولى هذه إن بنغازي للعواقير وكذا هذه اللي ودرتنا في داي وهذه اللي وصلتنا بهذا الشكل لكن هالمتاهات اللي سايرة وتحكوا عليهم بهذا الشكل هذا حدث في بنغازي هذا عيطنا منه وقلنا لكم من جية الانقلاب من 2014 شهر 2 في 2014 14/2/2014 اعلان الانقلاب وبعدها في شهر 5 اعلان العملية الإرهابية المسماها الكرامة وبدأ الضلال وبدأ الخراب والدمار يحدث في مدينة بنغازي وعلى عينك يا تاجر وعلى مرأة ومسمع منكم يا اللي تكلموا انتوا توا وإلى الآن ما زلتوا ما تقدروش تشيروا بإصبعكم إن سبب الخراب والدمار المشير هذا على راسكم يطير هذا المشير هذا هو سبب الخراب والدمار استعمل صحيح وحدين عندكم عاطبين سفهاء مجانين لبسهم غناوة معينة ان الوطن لنا واحنا ضرب خلص واحنا اصحاب الوطن واحنا مفروض واحنا مفروض توا قعدتوا تتطمروا في الشوارع توا يلقطوا فيكم بالواحد وحذروكم منا ثوار 17 فبراير اللي كانوا من مجموع القبائل متاع بنغازي كان منهم العقوري كان منهم البرعسي كان منهم المصراتي المرابط كلها كوكتيل بنغازي كان كله في المعركة كانوا كلهم من ثوار فبراير
ضربتوا بهم بعرض الحائط واتهمتوهم وقلتوا هذا من دواعش وارهابيين وهم اللي قتلوا هم اللي يديرون. منين جاكم عاد التكتيل مزبوط وجاكم تدويس في حواشينكم جوا وصباياكم يتعايطن ويصرخن وما زلتوا في ظلالكم، ما زلتوا مش قادرين تقولوا انت يا مشير راك انت سبب الظلال وسبب الخراب سبب الدمار. مش قلتوها من قبل حفايا نمشوا شور الكيش نموتوا ويعيش المشير ولا نموتوا والمشير يعيش؟ حفايا نمشوا شور الكيش. التاريخ واعر والله والله واعر. اهو المشير خلاكم تمشوا حفايا فعلا، لكن تمشوا حفايا وانتوا تتطمروا. توا نبي نجيب لكم مجموعة فيديوهات، ركزوا معايا، كل شخصية من الشخصيات المحترمة اللي انحسبت على فبراير واللي من فبراير، وايضا اللي حتى بعدين لايم على فبراير واكتشفت له زي ما تقول حقائق كذا. اسمعوا مجموعة فيديوهات نسمعوهن مع بعضنا. هي من تحتويه وتزين له المشهد وتكذب وتزور له المشهد وهو يتقوقع في هذا البرج العاجي ظنا منه بأنه زعيم وبطل تاريخي. رام نفس النظام السابق يا رجل. عندك طيب الصافي قاعد في طبرق ناصر الحسوني وهذا اللي مسك المديرية أخوه هذا الشاسس ما هو يمام الإصابة كلها وجماعة واللي كانوا في نداء ليبيا كلهم يكلموا فيها شباب من وسط بنغازي قالوا لي كلهم ردوا كلهم ردوا كلهم كلهم أي جهة نفس النظام السابق كانت هاربة كلها استغلت الموقف وردت كلها. لم نعهد يوما على تأسيس ميليشيات أو كيانات أو عصابات أو مافيات أو سميها ما شئت إلا أن تسميها قوات مسلحة. عارفين من ومن 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 اللي مع حفتر اللي مع حفتر الصياح كلهم كلهم جماعة اللي يتعاطوا والتعيل العشيش والتعيل الوسخ كلهم هذول مصابين مع حفتر كذب رما في الجيش. نقول لك من هنا نحن اللي بينا نعرف بعضنا ما همش واعيين دبابات يهلبوا فين ويجاروا ما همش واعيين. على من كنا على رأس ظلم وجور وطاغية عصره لكي نصنع ديكتاتورا جديد أو طاغية جديد. كرامة شعب ليبيا طلعنا ثورة 18 فبراير طلعنا للموت طلعنا موتنا من أجل ليبيا تو درونا خوارج ودرونا نحن تكفيرين ودرونا 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 بأن خليفة بلقاسم حفتر وبطانته الفاسدة المفسدة قد انحرفت به عن المسار وأدخلته في غيهابات حب السلطة والمال. مش كرامة الرجل وكرامة الشرف مرة واحدة مش مرتين كرامة ثورة 17 فبراير بعدها بس في كرامة يا رجل هو يبي يرد كرامة الضابطات اللي كان ما في تشاد يا رجل هذا يبي يرد كرامة الضباط. نحن براء من القتل والاختطاف والإخفاء القسري وحرق البيوت وانتهاك الحرمات والاعتداء على حرمات الناس وطرد الأسر وتهجيرها. هم حجازي هذا مش كان ناطق رسمي باسم الجيش متاعهم هذا اللي يسموه فيه جيش؟ لما قال الحقائق هذين اعتبرتوه مجنون ولا مخطوف ولا مسحور ولا ليش؟ ليش الضلال بتاعكم هذا؟ ليش نين عفستوا فيها بكرعيكم ولمستوها؟ توا اكيد انتوا بينكم وبين نفسكم والله الحجازي هذا يا جماعه كان صادق يوما ما، لكن برضو ما عندكمش الشجاعه، ما زلتوا ما وصلتوش مرحلة الشجاعة تقولوا على كلامكم اللي تردوا فيه نبوطن نبوطن. توا مفروض إذا كان عندكم شجاعة وفعلا صادقين تبوطن مفروض تصبوا ياهو، مش هذا المتفق عليه؟ هذا على افتراض كم صادقين، يعني على افتراض كم صادقين مفروض تصبوا تصباية رجل واحد وتعلنوها يا جماعة الوطن راح، مش هذا اللي نحن متفقين عليه؟ نحن متفقين على وطن فيه مؤسسات وفيه قضاء وفيه جيش وفيه شرطة، لكن اللي توره عبارة عن عصابات وميليشيات. والغريب إن قال الكم الحجازي من قبل قال الكم ما يسمى بالجيش، ما هو إلا عصابات وميليشيات سموا فيها قوات مسلحة ولا جيش. حفتر وعصابته وبطانته عاثوا في الأرض فسادا، قالها راجل من حوالي 3 سنين فاتن. لكن عندكم حب للمشير غريب بصراحة، والعمى واللي يحكي لكم عليه لا هذه فتنة
ولا قنوات الفتنة وقنوات الإخوان وقنوات بين اللي توه صار عندكم التدويس للصبايا آخر حادثة أمس وأول أمس. كيف يصير فيها زعمها هذه من الإخوان حتى هي ولا من التركيب بتاع الإخوان ولا من شفت أبوك رحمة الله عليه، وأنا على يقين لو أن هذا الرجل حي الآن والله ما صار فيكم ولا تجرأ واحد على حوش يخشى، لكن معروفة قتلت الأسود العبر بكم الكلاب، الأسود اتهمتوهم وطعنت فيهم، بوك اللي تعرفه بنغازي كلها أو ياسين يقول بهديمة يعرفوه كويس عليش مبني هو، وشفت الحقائق اللي تو أنتوا وصلتوا لهن، قال اللي معاه حفتر واللي قالته مع حفتر نعرفوهم كويس، نعرفوهم قال بالواحد صياع متعين حشيش متعين مخدرات متعين كذا، اللي تو قاعدين يا بابا دارين شلل ومربعات خاصات بيه مربعات معلمين متعين المصرية وما يقدرش واحد يخش، وكل واحد حط قدام حوشة دبابة ولا مدفع ويقول لك اقرب، وسيارات معتمة والزاقبة وين عصيف وين إشارة مرور وين كذا، والدنيا خالطة حايسة ما هم مش عارفين، واللي طايحين على رؤوسهم هذي ما مازال يقول نحن نناشد المسؤولين بأن يأخذوا حقوقنا ولا يتوكلوا على الله. شيء الضلال هذا، شيء الحوسة اللي قاعدين فيها. الكرامة الحقيقية قالها أبوك رحمة الله عليه هي كرامة ثورة فبراير، عداها ما فيش كرامة. ليش اكتسبت هذه الكرامة؟ جينا وقفت في وجه القذافي، وقفت في وجه القذافي ثورة فبراير اللي ما كانش فيه بني أدم يقدر يرفع راسه قدام القذافي. ثورة فبراير وقفت قدامه وقت العاتة. فأنت جيت ودير لي حكومة ما فيهاش حد يمثل حقيقة يمثل ثورة فبراير، لا في خلل والله، لولا الله سبحانه وتعالى، والله لولا الله سبحانه وتعالى. ثم ثورة فبراير بسواعد أبنائها وشبابها والله ما حلمت به الكرسي، ولا حلمت تحكوا على الديمقراطية، ولا حلمت تحكوا على البرلمان، ولا كله. فأرجعوا الفضل لأهله، ما تنكروش بالله عليكم، ربي في الوجود، والله لو تنكرتم لفضل الله سبحانه وتعالى والله يمسحكم من الوجود كيف ما مسح القذافي. فأرجو أن هذه الرسائل توصل إلى أهلها ويصلح الله حالنا. توا واحد من الأبطال اللي كانوا في البداية سبب الخراب والدمار تعرفوه كويس انتو، كاتب بوست، أعطنوا له البوست هذا خلينا نقرأه مع بعضنا كذا. شين كاتب هذا اللي مسمي روح الدكتور أسامة أبو حلاق العقول؟ شين قال هذا في الليل هو قاعد قسع النت عيونه بلطات وخايف، قال السلام عليكم لكل من يشاهدني، يا عرب اللي واعي يخش علي، يا عرب اللي واعي يخش علي على الخاص، خش على الخاص اكثرن السيارات المظلمة اللي تبرم على منزلي، وحدات مجيشات ووحدات قلوعة، شنو سلت قلوعة سلته مش عارف سلته فجاعي سلت بيض، فأي تعدي على منزلي نبي نرد بالقوة. اي نعم سيدي، اي نعم سيدي، ها ايش رايكم؟ هذا راهو، هذا راهو شيخ من المشايخ، راهو هذا هو سبب الضياع، هذا سبب الحوسة اللي قاعدة فيها بنغازي، هذا احد اطرافها يعني. تو هذه الحالة اللي صارت عنده قاعد يحق في السيارات المظلمات هذين اللي قتلها خطفن سرقيوة وقتلن حنان البرعسي، العصابات هذه الفاسدة هذه قاعد يبرمن عليه حتى وعلى الحوش، مش عاجبهم شكله قيسة، فطلق بالعياط. توا شوفوه، شوفوه في فيديو يقول كيف يا خبرقة، في نفس اللي يقول فلان هرب يقولوا كيف، وسمى وحلق هرب، كبيرة يا هو كبيرة علي را نهرب، هو اللي كاتب البوست اللي توه هذا. شوفوا الفيديو هذا. صباح الخير، مركب طيب ان شاء الله يا جماعة، من شاهد فيها من قوتي رب غازي، كل من شاهد اخوكم اسامة ابو حلال. في من يكتب الصفحات اسامة هرب الحوشة، اسامة قاعد في حوشة في وسط مجوري، هذه قاعة اليمامة، هذا حوشي
والله ابن عمي قاعد اموري طيبه. صبح يا فتاح، صبح يا فتاح. من يهرب من هوشه؟ والله ما هربنا يا حوش بوزقيه. اه حوش بوزقيه، هذا حوش بوزقيه ريتو، هو حوش بوزقيه ريتو، هذا حوش بوزقيه. دي كيف صار؟ دي كيف صار؟ وسمح الله قهر من هوشه. دي كبيره بك يا هذيره، كبيره بك يا مدونه، تي يا مدونه يا تي يا مدونه يا تي يا مدونه يا رجاله، والله يا مدونه. استيمتك من اركا مبروك، وهي خدمه تحت الارتباع. الحوش قاعد وامور طيبه، الحوش قاعد والامور طيبه. انعنى مو حالكم صراحه، يعلم الله انعنى مو حالكم. فما ما يذوب الزبده قالوا الوادي. حاله متخاطيه بالكيلو، يستر الله ويستر ربي. هذيما اللي كانوا يوما ما بنغازي وبرقه والعواقير واضرب خلص، واتهموا الناس ظلما وعدوانا، وتوا مش قادر يقول من السيارات اللي برمن ومن اللي يدور فيه بيقتلني. مش قادرين، ما يقدروش. القيادة العامة يا حبيبي هذه ما فيهاش قول، يقطعوا راسك على طول. شفتوا بالله عليكم الحالة؟ شفتوا الحالة اللي سيرة؟ ما فيش راجل يصبي يقول يا جماعة توبوا لله سبحانه وتعالى واستغفروا من ربي سبحانه وتعالى. راكم درتوا واجد في بنغازي، راكم درتوا واجد في الناس. يا راجل يا راجل، جلال مخزوم حطيتوه على السيارة وقعدتوا تبرموا بيه في الشوارع يا مجرمين. من اللي يديرها هذه؟ يديرها بنادم ولا يديرها مسلم ولا تبوا هالأمور هذين يمشن هيك ببساطة؟ تمشوا الأمور هذين يمشن بضحكة ولعبة؟ ناس لمستوهم انتوا بيديكم، فاحت عليكم البنة متاعهم، البنة والله والله ما تفوح من واحد ظالم، والله ما تفوح من جيفة، تفوح بالعكس من جيفة. لكن الناس الطيبة، الناس اللي تخاف الله سبحانه وتعالى، الناس اللي ماتت على مبدأ وقضية، لا بنتهم طيبة، بنتهم طيبة وسيرتهم طيبة وتعرفوهم كويس. لكن ظلالكم وتخريفكم هذا اللي ضيعكم. وقاعدين تدفعوا فيه الثمن توه. ارجعوا لله سبحانه وتعالى قبل ما تريحوا فيها على هالحالة. والله فضوح الدنيا ولا فضوح الآخرة. اطلعوا وقولوا يا رب نجأر إليك، نستغفرك ونتوب إليك، رانا نحن ظلمنا ورانا تعدينا. والله لو تديروا هذه، الله العظيم بقايا رجالة بنغازي اللي قاعدين هنا، والله يجوكم عرايا ولابس، والله عرايا ولابس، لو كانت توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وتقولوا دونكم يا تريس بنغازي اللي عاقب ما زلتوا قاعدين، دونكم رانا قاعدين في حالة نحن. شوفوا الرجالة معناها شنو معناها. لكن ذهب الله شيرتكم وتقعدوا على هالحالة، يلطف الله بينا. تفضلوا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. أريد يقول العرب اللي قصر فينا وقصر فينا، قال صور نهار وصور نفنا رسمات نهار وكل هجا بالعكس تندار وانتما يبقى فيه مية لون. والله كلا اعتمد الحواشين هذي مرمرتي مرمر عن عنا عليه الطلاق بصف الناس كيف هلبتون هذه نقطة. ولكن من وشحها البنغازي ربيته زي هذا الأي منظام، لأي منظام وقل لما نغلبوا في البنادير وما نغلبوا بالرفاقة لما نغلبوا في الخنازير ونانا رباوة الكاكا عواقيه هن مشاهير من سابق الميت. قولوا العرب يفادوا فينا على ديار لومنا وعلي، قول لهم يا ما هاتون وريتوا باسمي باسم شباب برقه من طار للطار، باسم المجروح نحن رانا اصحاب قضيه ما نفتروا فيها، نحن المتكسرين، نحن اخوت الرجاله، نحن اللي حطونا الرجاله، نحن اللي سقينا برقه والغرب ضم دمامه ولا اليوم يحطوا فينا اخوان علي الطلاق. كلا تحطوا عقب النهار اخواني في الناس يا رب
رايته كلام المجنون العربي وسوق الكراهب اللي بين الصرف هذين. احنا راكم هذا مشروع لنا، راكم هذا مشروع اللي عند حواشينا ولا نلقاها بلا طرقات بلا راكم هذا المشروع. دابين لنا هذا المشروع كم راكم هذا المشروع لنا ولا حتى لنا غبطه نفسك ونفسي نفسي يا شباب بركه ويا شباب بغازي بتقوى الله من الظلام، لكن يظلم ولا ظلمه راه بركه تركي وتنزله بركه راه مع القوم متمردين بركه من رجالة بركه من شهداء. وريت المواقف صبيانا انا نهيي من هالمنبر صبيانا صبايا العواقير يا هذا غير صبيانا وفي عربي الطحن اللي يريد يخش حواشيكم يقول يا مادون يا مادون انتم ما حكيتوا شيء. لما عندنا كامل الرمان وبيكاتوا الرصاص ما زالي حد يشيء يا مادون ها يا مادون هاي. وخلك على هالغناوة خلك على هالراي نين الله سبحانه وتعالى ياخذ الحق فيكم. يا ما دوستوا الناس ويا ما اتهمتوا الناس ويا ما خشيتوا عليهم في حواشينهم ويا ما وتو قاعدين تصارخوا قاعدين تصايحوا، لكن كلمة جديدة قالها ابو حلاق بصراحة. قال ما دام نحن هدف مشروع الكم معناه حتى انتوا هدف مشروع لنا، تجونا من غير طرقات من غير كذا. كيف صار يا مو دولة القانون وروحت بنغازي وهذا وين عرفنا القانون وهذا وين عرفنا الكذا؟ وين الكلام هذا؟ وين ولا قعدت ايدك وحديدك؟ ايدك وحديدك والله خطرها ايدك وحديدك قاعد الفيديو تاع ايدك وحديدك. ها جهزوا لنا جهزوا لنا باش تعرف هذين المسؤولين في برقه اطلقوا بالعياطهم برواحهم. ايدك وحديدك قال ما عاش فيها يا صاحب بعد المغرب هذا راه مقيول من 3 سنين راه يا بل توا من 3 سنين اطلقوا بالعياط وقالوها اعطوا لنا هاي لعدم الامتثال لأي أمر قبض أو إحضار بدون إجراءات رسمية. هذه الإجراءات تكون عن طريق بالنسبة للجهة العسكرية عن طريق إدارة الشرطة العسكرية والسجون أو عن طريق إدارة الاستخبارات العسكرية. وبالتالي لما أي مواطن يتعرض لعملية قبض من ملثم من سيارة عليها سلاح من لابس بدلة عسكرية من أي كان هذا راه كلام كله غير صحيح وغير قانوني. والصحيح والقانوني هو أن الشخص الذي يراد القبض عليه أو استدعاء يكون هناك أمر إحضار من النيابة العسكرية أو من الشرطة العسكرية من الاستخبارات العسكرية وتكون الوجوه واضحة وفي النهار ليس في الليل وليس بالقفز على المنازل. هذه كلها جرائم القيادة العامة والمؤسسة العسكرية براء من مثل هذه الجرائم. وبالتالي وصل الأمر في هذا البلاغ إلى السماح للمواطنين باستخدام القوة ضد كل من يحاول القبض على المواطن بدون إجراءات رسمية بدون أوراق رسمية بدون بلاغ رسمي وكذلك الذين يأتون للمواطنين لابسين أشياء على وجوههم لإخفاء الوجوه المعالم. نحن لا نقبض في الليل لا نقبض في الظلام نحن نقبض لأننا لدينا قضايا ولدينا بلاغات تستحق التحقيق. وبالتالي عندما نأتي للمواطن نأتي إليه بأوراق رسمية والمواطن كذلك له الحق حتى الاختيار يقول بعد ساعة بعد ساعتين غدا نحضر المكان فمن حقه. ولكن العمليات الأخرى هذه عمليات خارج القانون والقيادة العامة براء من ذلك والقيادة العامة براء من ذلك. فيجوز هنا ووفق هذا البلاغ للمواطن استخدام القوة ضد هذه العصابات الإجرامية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه على دولة القانون هذه هي اللي قال لك إيدك وحديدك. كان جوك الجماعة هذين ما تصرف، كان جاك واحد ملثم ولا جاتك سيارة ما فيش طرقات وبيقبضوا عليك رانا مناش مسؤولين على الموضوع هذا. وهو راه سبب الظلال هذا هي القيادة العامة متاعهم راهو ما كانش فيه كلام هذا. لكن اقعد خذه توا معلش نسمعوكم انشود هكي على هالفوضى هذه اسمعوها هاي. يبوا جيش ويبوا شرطة حفتر زرطهم في ورطة ما يحسبوا هو الغلطة عدى عاموهم في حيرة عدى عاموهم في حيرة. يبوا جيش ويبوا شرطة حفتر زرطهم في ورطة
ما يحسبوه والغلطة عدى عاموهم في حيرة عدى عاموهم في حيرة دمر بنغازي يا ناس خلاها في ظلم وياس جبلنا شراب الكاس وقال هضوما هم الخيرة قال هضوما هم الخيرة فرق بين الأسرة الوحدة يوم كانت عيلة متحدة كثر بين الناس الجحدة تموا مذهوبين الشيرة تموا مذهوبين الشيرة يبوا جيش ويبوا شرطة حفتر زرطهم في حفتر ورطهم في حفرة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حالكم، هذا راو قايلين القصيدة، هذا راو قايلينها الشباب من زمان، راه مش من توا توا، هي لمن تبقى بحذافيرها. ويبوا جيش ويبوا شرطة، هذه هي الجيش وهذا هو الشرطة، وهذا هو مسيلمة الكذاب خطرها، هذا هو مسيلمة الكذاب المسماري اللي يحكي لكم عن القيادة العامة وأوامر من الاستخبارات وأوامر مش عارف شنو، وهي تختم عصابة يقود فيها الورفلي ويسرقوا فرزاق الناس ويخربوا ويدمروا. هذا هو القانون. هذه بنغازي اللي روحت ساعتها وقعدوا يشربوا في شاي وحليب قدام سوق الحوت غادي ولا في ساحة الكيش ودارين معرض الكتاب. بعد روحت، قبل كانوا محرومين، محرومين من الشاي والحليب أيام ثورة فبراير والثوار قاعدين غادي، محرومين يشربوا شاي وحليب ومحرومين من معرض كتاب يديروه في سوق الحوت فوق الجثث غادي، كانوا محرومين. توه وجاهم الجيش والشرطة وجاهم الدق اللي على أصوله. توه في فيديو من زمان مقيولة حتى هو، لكن انتم مذهوبين شيرة. سعدت قعيم قال لكم راهو اللي ساير كذا كذا ما عدلتوش بالكذا. خلونا نسمعوه كذا. طبعا عندنا معلومات ان في تصفيات وفي كذا، كل ما نحكم نقولوا انتم مؤسسين وخايفين من القيادة، كم مؤسسين ليش خايفين؟ كلام الله ما فيش منها. وقلنا الله وقعدنا حقوا في استخباراتنا ونتبعوا في الدولة وين ماشية. لقيناها مشكلين خلية ما يقارب من 16 نفر في فيلا هنا في بلعون حذا مهديها، وتراسل مع بنات على الفيس قبل حد مكان مهدي وحد مكان فرج وحد مكان خالد وصلاح، مجموعة حتى من مجموعة اللي هي حراك البرقاوي، هم جماعة برقا ما شاء الله شيء غرق. لقيت الراجل يحدوا فينا والناس من صعرة معاهم كواتم الصوت، جيب الكاتم السيارة يفتح معاهم كواتم الصوت، معاهم خلية قاعدين مرقدين كلنا من مشرق من درنا من طبرق ومن البيضاء. قعدت الراقة فيه من إن حصلت عليهم الساعة 6:30 الفجر، الساعة 6:30 الفجر قبضت عليهم في سيدي فراش. هذا كاتم الصوت في محور بجدية، هذا الكاتب مضى حتى 30 ما تلقاش، ما فيش منه هذا. هاي الكلام يا جماعه ما تصوروش ما تقدروش يا هذا ما فيش منه. لا ما تصوروا شيء يا صاحبي. لا ما يستر الله حاله. لا مساكنا الرجاله مساكنا الرجاله وقفناهم عندنا، دزيت على العمده بريك ودزيت علي حسن بزريده والشياب اللي هم نشكي لهم، قلت لهم يا جماعه انا وقع في مشكله ومشكله كبيره وراهي المشكله هذه كان طلعناها الاعلام، راه نفقوا برقه في بعضها، راه في عرب موتوا وفي عرب صفت في عرب انقتلوا الظلم، وفي ما يقارب من 137 قضيه منها سجن سلوك، سجن دار في سلوك، سجن دار في نادي الهدف تحت الارض في السرتي، وفي سجن في مرج، سجون سريه كلها تحت الارض وتعذيب منهم، حبس عند شو اسمه اول. نحن نطالبوا بالمدعي العام العسكري ان يتفضل، عندنا قضايا وعندنا قضايا تصفيات موجودة الآن عندنا قاعدة تو تحت شرعيتنا وماسكينهم تو في اللحظة المناسبة حنطلعوها الإعلام، عارفين من يكتب يعزك في الكنائس بنغازي نعيش فيها دواعش في المحاور، دواعش عندنا في المحاور في القواشة وفي الصابري، لكن يقبض ويعطي يشيله يحطه تحت الأرض بسبع شهور عارفين من، واللي يقتل باسم الجيش عارفين من، والشيء الملموس قاعد في يدينا. نحن نطالبوا بالمدعي العام. بعد هالوضوح هذا كله، وولدكم ومنكم وعليكم، بعد هالوضوح هذا كله والكلام ما زلتوا راكبين راسكم؟ ما زلتوا ما عرفتوهمش انهم عصابه وميليشيات الا توا بعد خشوا عليكم انتم في حواشينكم؟
بعد هالوضوح هذا ما زال تكلموا. عندنا قضايا قال كم مسكين تحت ايدينا، ثلاث سجون والاربعه اللي سماهن سريه تحت الارض، يخطفوا ويختفوا ويقتلوا ويعذبوا. قال ما عندناش، قال دواعش لارهاب هذا ما عندناش. قال قاعدين في المحاور، قال سواء كان محور الصابري ولا محور القوارشة، اما الحوسه اللي قاعدين جوا لا هذه منا فينا وخايفين نتكلموا. قال نفلقوها برقة، يا ريتك فلقت يا راجل، يا ريتك فلقت ومنعت الدم ومنعت الخراب والدمار يا راجل. ما زلتوا يا هلنا مسكرين روسكم؟ ما زلتوا تقولوا كم على الحق؟ ما زلتوا ما كمش قادرين تقولوا يا هاور انا رحنا فيها مال ورقبها؟ قتلتوا بعضكم في بنغازي؟ صفيتوا بعضكم في بنغازي؟ وبعدها دزيتوا عيالكم للمحاور والطرابلس وجيتوا لعند طرابلس وراحوا منكم الاف، وما زال ما في كمش راجل يقول يا هو وين انتوا؟ بعد هيك ما زال توا واحدة من المصايب، واحدة من الكوارث اللي صارت في بنغازي توا تشوفوها. هاي أنا خلاص أعطيني ها. يا متدين دمك ودم الصالحين مبين، عطب حالهم يا شيخ يا ابو شعالة، اللي هادرين دمك حايسين في حالة، هموم ونكايد دموعهم همالة، ومكلوب الروا ما في دماهم غين. ويا متدين يا شيخ الوقارة، اعداك اليوم تاهو عدبارة، صار مصار ضيوب الصغارة ودارو بصرف الزيناي شين. ويا متدين دمك ودم الصالحين مبين، عطب حالهم يا شيخ يا شيخ الصلاة، يا من شبت في خط الألواح، بعد دماك ما طالوا ارباح اللي ظنوه سفك الدم هين. ويا متدين ما غابت بصيرة، هم وغم بهمباتو فحيرة، هذا حال اللي خانوا الجيرة، لانت فوق صقرت المكين. ويا متدين دمك ودم الصالحين مبين، عطب حالهم يا شيخ. الله الحال، والله ما عاد عندي من نقول لكم اكثر من هالمشهد اللي حكيتوه هذا الشيخ بوشعان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له او يرحمه. نلتقي بكم في لقاء قريب في حلقه جديده في عنوان جديد من برنامجكم اشراقه وطن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.